التليفون كوسيله للتواصل ضروري، يعني حيتاش بحكم اننا يعني كنعيشوا في واحد العالم اللي بحال اللي واخا قربوا لينا بعادين على بعضياتنا، داك التليفون كيجمعنا. فهمتي كيفاش؟ يعني بحال دابا مثلا انا ما نكونش عايشه مع دارنا، ولكن كيخصني ضروري التليفون. فهمتي؟ هو اللي غادي يقربني ليهم، هو اللي غادي يخليني ديما اون كونتاكت معاهم واخا نكون بعيده. اما باش يعني على فيسبوك وواتساب هذوك ماشي ضروريين، يعني اهم حاجه هو ديك لابوس، ديك النمره فين تعيطوا لك لي زابيل، كتقولي الو، كتصيفط ميساج صافي. ما نقدرش نتخلى على التليفون بحكم انه هو الوسيله ديال التواصل اللي يمكن نقولوا كتعطيك لانفورماسيون سور لو شون. ما بالنسبه للسوشيال ميديا ولا هذا يمكن انك تخلى عليهم. الواتساب ولا تري براتيك، وبالنسبه للتليفون ما نقدرش نتخلى عليه. اي وقيت صغير ايه، مي ابار سا مواقع السوشيال ميديا ولات يعني تسيطر علينا في حياتنا، ومن الصعب التخلي عليها، يعني اصبحنا كاع مدمنين عليها. يعني الواحد يتكونيكتا 16 ساعه مع التليفون وينعس 8 السوايع، يعني يولي يعيش خلوه. يعني مواقع التواصل الاجتماعي سيطرت علينا، يعني صعب تخلى عنها. نو بيان سو ما نقدرش نعيش بلا بهم. حد انا اصلا جيت في جينيراسيون كاين تليفون، يعني ما نقدرش نحيدهم. دابا الواتساب والفيسبوك وهذا ممكن نقول بانه ممكن تستغنى عليهم بالاراده، الا بغيتي انك تستغنى عليهم راه ممكن تستغنى عليهم. ولكن بالنسبه للهاتف لانه ولا من الضروريات، ولا انه غير في اطار العمل، في اطار واحد المجموعه ديال الحوايج انت مرتبط بناس اخرين. ممكن، يعني انا ماشي شي حوايج ضروريه عندي في حياتي. فهمتي؟ بالنسبه لي عادي، ماشي مشكل لا تخليت عليهم. ما نقدرش نعيش بلا التليفون، لان التليفون مهم، يعني تيوصل ما بين العائله، ما بين مثلا احباب، عندك شي غرض يمكن تتكلم به. اما بالنسبه للفيسبوك كل واحد حر في فيسبوك، يقدر يستعمله ويقدر ما يستعملوش.